طيب عيد مرة ثانية بعد إذنك. هبطل؟ حلمت بأبي المقعد المريض يسقط في بئر مملوء بماء صافي، وحلمت أنه مشى فجأة متزوجة. والله شوفي، هو بالنسبة لعمره يعني احنا ما سمعت شيء عن رب العالمين، معجزات يعني رب العالمين دائما موجودة في كل زمان ومكان، فربما إذا شرب ماء زمزم يكون في شفاء لإله، وربما البئر تدل على الأولاد، ربما لا تحتضنتوه وكنت قريبين منه، وصلت رحمه، كنت رجلة ليمشي عليها، كنت إيدة ليمسك فيها، ربما تعيدون له الفرحة والسعادة كأنه مشى على قدمي. فربما الحين فيه إشارة لكم أنكم تهتموا بأبوكم دائما، وقد يكون أيضا علاج بالرقية أو بالماء زمزم، لأن البئر يدل على بئر زمزم والماء يدل على ماء زمزم، والله أعلم. مصاب مصاب.